نزحنا بسبب الخوف، كثير منهم ماتوا بسبب الخوف، بسبب الجلطات، بسبب الفشل الكلوي، بسبب ذبحة صدرية. نحن نزحنا والله ليل رجل مش يعني هربنا هربة، حملنا سامانانا اللي هو من فرش وتعس وبطانية وهربنا. شعوري إنه كنت عقد خلاص، كنت مع بشحة يعني. يعني كان يزرع ويبيع، يعني مصدر دخل كافي، كان كل شيء متوفر. لا الآن ما دخلش إلا بعلة، لأنه معي كل يوم مغطية، كل يوم كل يوم. دربنا بصناعة البخور والزبادي، جابة مكونات حق البخور، بديت تشرح لنا على حشيش، ما بديت تتضح لنا الفكرة. جابوا لنا قماش، وجابوا لنا مقصات، إبار، خيوط، خيطنا كمامة، خيطنا كل واحدة 100 كمامة، وبعدها بعناها للمنظمة. قال كمامة اللي سلم لي هنا المنظمة بزيته وضف سوقه واشتريت مكينة، والآن خيط الحمد لله. رشحنا هذا المشروع، بعدين رشحنا بعض النساء على حسب الأولويات، يعني عملنا معايير ودربنا النساء راغبات صناعة البخور والأخضرين. إحنا وفرنا مدربة، أيضا وفرنا المواد، أولا تعزيز إمكانية المرأة، شعور بالمسؤولية، الاعتماد على الذات. بالنسبة لمشروع البخور يساعد في تعزيز دخل الأسرة. خيات وبيع، تحس بخوف ولا أحس بأنني فقير، ولا أحد اعتمد على حا ولا اعتمد على نفسي. أولادي شقت عليهم